One lie that every actor from the film fraternity tells. I love my wife. I would say another thing that I was constantly told is like, oh, you know, you should date specific people and date for PR. انباء من قلب الحدث واخبار حصري عن نجوم عالم بوليوود والدراما الهندية. رحيل مفجع وصادم يقلب عالم بوليوود، وتحقيقات جارية في القضية تثير جدل على مواقع التواصل الاجتماعي. نجمة بوليوود كاجول تخرج عن صمتها لأول مرة بعد انتشار خبر طلاقها القريب، وتتحدث عن حقيقة العداوة التي تجمعها بملك بوليوود شاروخان، بماذا صرحت حصريا وما حقيقة العداوة القائمة بينهما. نجمة بوليوود نورة فتحي تفضح عالم بوليوود لأول مرة وتكشف حقائق صادمة عن العلاقات المظلمة للوصول إلى الشهرة والنجومية في بوليوود، بماذا صرحت حصرياً وما هي الأسرار التي كشفت عنها لأول مرة. لقد أثارت نجمة بوليوود كاجول الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الهجوم الذي تلقته بسبب تجاهلها لشاروخان من جهة، وانتشار خبر طلاقها القريب من جهة أخرى. وفي ظل هذه الأخبار تم استضافة كاجول هذا الأسبوع في أحدى المقابلات الصحفية، وضحت حقيقة علاقتها المضطربة بزميلها شاروخان، وعلقت قائلة: أنا لا أراسل شاروخان كل يوم، لكن ما أعرف أنه إذا اضطرت إلى الاتصال بها في الساعة 3 صباحا فسوف يلتقط هاتفي على الفور. كما أضافت أنهما أصدقاء جيدين، وتشعر أنها تستطيع الاتصال بها في أي وقت من النهار أو الليل. لقد استفاقت الهند البارحة على خبر صادم أحدث نوعا من التوتر بين صفوف نجوم بوليوود، وهو رحيل مفجع وصادم للمخرج الشهير نيتين ديزاي. تم العثور عليها في استوديو الخاص بها، إذ أشارت التقارير الأولية أن نيتين قد وضع حدا لحياتها، إذ انتقل العديد من نجوم بوليوود إلى مواقع التواصل الاجتماعي للإعراب عن حزنهم وتأسفهم الشديدة لرحيل أحد أعمدة الإخراج الهندية، وعلى رأسهم بريميتي شوبرا، أميتاب باتشان، كانغانا رانوت، شاروخان، ريتيش ديشموك، الذي علق قائلا: لقد صدمت بشدة لمعرفة أن أسطورة الإنتاج الذي ساهم بشكل كبير في نمو السينما الهندية قد رحل، تعازي القلبية لعائلته وأحبائها. لقد عرفته منذ سنوات، رقيق الكلام، متواضع، طموح، صاحب رؤية، سوف نفتقدك كثيرا. وللإشارة، ما تزال التحقيقات جارية حول دواعي الرحيل المفاجئ في انتظار مستجدات حصرية في القضية. لقد أصبحت نورة فتحي ظاهرة فنية اكتسحت بقوة العناوين الكبرى للصحف الهندية والعالمية بعد ظهورها في العديد من البرامج الراقصة، إذ كشفت نورة فتحي لأول مرة عن الجانب المظلم لعالم بوليوود في آخر مقابلة لها. تحدثت عن كيف طلب منها تحديد مواعيد غرامية مع نجوم بوليوود كبار للوصول إلى الأدوار الرئيسية، إذ علقت قائلة:
أود أن أقول شيئاً. قيل لي أن أواعد أشخاص محددين وأقوم بعلاقة مع هذا الممثل وذاك، وأنا لم أستمع أبداً لأي من هؤلاء. أنا سعيدة جداً لأنني الآن أضع قواعدي وأعمل بشروطي، ونجاحي ليس بسبب أي ممثل آخر ولكنه بمجهودي الخاص. كما سئلت أيضاً عن قضيتها مع المتهمة سوكيش شاندراشيخار ونجمة بوليوود جاكلين فرنانديز، أكدت على أنها بعيدة كل البعد عن تلك الشبهات والتهم التي وجهت لها من طرف المتهم وجاكلين فرنانديز. सामने आई वीडियो में नोरा फतेही ने पहनी अजीब सी ड्रेस. नोरा का ऐसा अंदाज देख उड़ गए लोगों के होश. बॉलीवुड की डांसिंग दीवा नोरा फतेही ऐसे तो सोशल मीडिया पर अपने स्टाइलिश और बोल्ड लुक्स के लिए अक्सर ही लाइमलाइट बटोरती नजर आती है, लेकिन इस बार नोरा फतेही बेहद ही अजीब लुक में नजर आई है जिसे देख लोगों के दिमाग की बत्ती गुल हो गई है. नोरा फतेही का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमे वो शॉर्ट्स पर फटी हुई पैंट, शिमरी टॉप और फर वाला कोट पहने नजर आ रही है. नोरा फतेही की इस फैशन सेंस की पहली नेटिजन से सुलझाए नहीं सुलझ रही है. वीडियो में नोरा फतेही सिल्वर सीक्वेन वाला टॉप, डेनिम शॉर्ट्स पर चारों तरफ से कटी फटी पैंट पहने दिखाई दे रही है. नोरा ने इस उमस से भरी गर्मी में ग्रे कलर का फार वाला कोट कैरी किया है जिसे देखने के बाद ही सोशल मीडिया पर लोगों को गर्मी लगने लग गई है. नोरा फतेही ने इस अजीब ड्रेस के साथ गले में कई सारी सिल्वर चेन्स कैरी की है. गले के साथ ही नोरा ने अपने एक हाथ में चेन का बना हैंडकफ भी पहना. Right.